ايه تعالي تعالي الهافة احلوات وكعوات كده ليه مات؟ انا مش عادل. مال انت مين يا عمر؟ يا جدي يا جدي دي مراتي يا جدي. جدتو جدتو هاف كده قطع هزو. اقول لك ايه يعني؟ اقول لك يا انكل جدو. شايف الواد اللي اتقتب وانعام؟ شايف الواد اللي اتقتبه؟ يا نهار اسوح يا نهار يا انت انا السبب في وجودك يلا. معلش يا جدو، من حفر حفرتا لاخيه وقع وترزع هو فيها. اسم الله عليك يا دول، انا فضلك دارك. بتزيط انت في الزيطه وبتنسى ان انا بديك بالجزمه واحنا لوحدينا. يا اخوانا مش معقول كده حد يجيب كوبايه ميه للراجل طالع السلالالم دي لوحده. سلالالم؟ اه. ايه ده؟ ايه ده؟ مين العسل دي؟ الله. يا جدي يا جدي دي حماتي يا جدي. حماتك؟ بس يلا بس اسكت خالص، ما تتكلمش، سيبنا انا قاعد كده في وسط بستان الورد اللي انا خدت منه ورده ده. هاي عليكو. ودي بقى الاموره الحلوه دي تبقى بنوتي برضو. يا نهار اسوح على صينيه البسبوسه اللي احنا وقعنا فيها. وايه اللي معاكوا مع الواد الهوزق ده؟ هو في ايه؟ انا عملت لك حاجه؟ عملت لك حاجه؟ بقى تبقى عارف ان ستك سيدك اللي هو اب امك اللي كان سبب انك انت امك جت وجاي النهارده في القشاش مش تقف في المحطه تستناني يا جعر. يا جدي قشاش ايه؟ القشاش ده بيطلع وهو وظروفه، اقعد انا بقى مستنيك في الشمس يعني لغايه ما دماغي تتقور؟ ما كنت تقول لي يا دوله وانا افتح لك الشمسيه يا عم. انا اللي هفتح لك دماغك دلوقتي، اسكت خالص. معلش يا بابي، عادل ده طيب قوي، ما هنش عليه انك تبعد عننا فاصر انك تيجي تقعد معانا. شفت بقى يا جد انا طيب ازاي؟ طيب ايه وصفت ايه؟ ما لازم اقعد هنا، ما ده بيت انا اللي شاريه بفلوسي. ده شاريه ايام ما كان الجنيه جنيه بقى. وهو الجنيه عمل عمليه بقى ربع جنيه ولا ايه؟ بقول لك ايه يا جد، الكيسه الجميله دي جايب لي فيها هديه جميله؟ البت دي هبله، لا دي عده التشجيع بقى، يعني احنا هنا اهو في الكيسه دي كنا نطلع بقى الاعلام مكون في الماتش رون. طلعين بقى اقول وبعدين بقى ايه بالصفافيه اربعه عشان نلبخ الحكم وبعدين وبعد كده بقى ايه نقوم بالطوب ده بقى ونقوم في دماغ الحكم ده لانكم بتتغلبوا طبعا. المفروض بقى يا كيتو انك تبقى عندك روح رياضيه. ده بيطلعوا روحنا روح رياضيه دي ايه؟ واحنا ده مفيش بقى، ده احنا حتى ما بنتعادلش حتى. ربنا يسهل بقى جدي وتتعادلوا كده من حين لاخر. يعني ايه من حين لاخر يا دوله؟ يعني تغور من وشنا وتغور من هنا، كفايه علينا العضو الجديد في الفريق، ولما نشوف مين اللي هيقعد على دكه الاحتياطي. بقول لك ايه يا عادل، انا جامي 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 هسيب الاوضه بتاعتي لاي حد. ها وانا عادل يا هفا، وانا بقى الاوضه بتاعتي بقى بيبقى فيها ايه بقى؟ بيبقى فيها مثلا مروحه في السقف، فيها سرير وبتطل بقى على الخضره على الخضره وعلى الميه. وما قلتش ليه والوجه الحسن يا جدو؟ ما هو ده كتير اهو، يعني كله حلو وكله حسن. خضره وميه ووجه حسن، افرش لك في الحمامه جدي. شوف الواد الهوزو الواد الهوزو. يا بابي انت هتقعد في اوضتي عشان انام في حضنك. ماما وبالمره بقى يغطيكي ويحكي لك حدوته قبل النوم. اه ويمسك رجلاتك ويعمل لك زغزغيشين تيكلينج تيكلينج. اوعى تعمل كده يا بابي اوعى. مفيش يا حباب تيكلينج تيكلينج ده ناس هبله. ماما ازاي انا وانتي وجدي او ياسمين يعني ازاي هننام كلنا في اوضه واحده؟ حصرت الصيف واسعه. وبعدين لا 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 انتوا هتسيبوا واكل ايه يعني؟ لا مفروض الستات بقى يقعدوا هما برتاحين كده هون، والرجالة هما بقى اللي بيضحوا يعني، ولا البيت ما فيهوش رجالة. أنا ضحيت وبعت لك عنوان البيت. أنا عندي فكرة يا جدو. جدو 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 إيه رأيك يا جدو تروح تنام في أوضة الدولة؟ بيت اللي خلفوك هو عشان كل شوية تعزم على ناس ما نعرفهاش؟ تتبرى مني يا جعير، ده انا كنت في قصر، كنت في قصر وعايش معشعش ومخرم طول الوقت. وبعدين يعني بقى انا عايز اوضه. بص انا هسرح ومطرح مبروك نزرع شجره. بس يا هبله انا بتتريق على جدك يا بنت؟ لا ده انت وقعت مع جد، ده انا اصيع جد طالع في الشرقيه الغربيه. انا اسفه انا اسفه يا جد، اسف حقك عليا. يا سلام القوي فيه اللقوة منه. جدو اشتمني اضربني. بص انا مبهور بيك يا جدو، انا مبهور بيك. الواد ده شكله طيب وحيوان على صغير كده يعني ايه على اهبل على بجدع يا جدع. طبعا
وراحة الجسم تبدأ من القدمين. خد رمز يا جدي وهديك فوقيه شراب هدية. بابي وانت ما جبتليش هدية معاك وانت جاي من السفر؟ هدية؟ هدية جبتلك هدية. هدية. انا كفاية عليا ان اشوفك يا بابي. انا كفاية عليا اشوفك يا بابي. اسمها بابي وبأمارة ان انت بتدوري على الهدية. طبعا جدي ده اصلا مليونير وهدايا فوق مستوى تصوراتنا. بص بقى المفاجأة بقى اهي. ادي جبتلك بقى خمس حقن. خمس حقن دول انا كنت جبتهم بقى لما كنت بقى في المستشفى اللي هي الوطنية بتاعت ليبيا. بتاعت ليبيا وكان معايا بقى ممرضات. كنت انا بقى مع الممرضات نقعد يلا. ميرسي يا بابي. بس لازم انت بقى ايه تغليهم في النار الاول عشان الميكروبات تطلع منهم عشان كان في بنت ممرضة عندها وانا كنت يلا. فوق مستوى تصوراتنا واحلامنا. ايه حتى عايز حاجة تاني؟ انا يا جدي ما جبتليش هدية معاك انا كمان؟ هدية؟ جبتلك ايه البت الهبلة دي؟ ايه البت؟ اديها حقنة اديها حقنة. انا مش عايزة حقنة يا جدي انا عايزة هدية. بعدين عشان دماغي يلا يا ساتر. يا ساتر ايه؟ ما البيت كله قاعد قدامك هنا يعني. وبعدين انت رايح على فين؟ انا هخش ومطرح ما هبرك بقى ايه هو ده المكان اللي انا هنام فيه. يا ساتر. لا حلو حلو. طب اطلع علي هنا على ساكنه. اوكي انزل يا قرد انزل يا قرد انزل يا قرد. ها جدي اوضه ما عجبتكش طبعا. الاوضه دي بقى هتبقى قبلي مثلا ولا ايه؟ وحر جدا 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 لعلمك يا جدو. درجه الحراره في الظل بس 80 درجه فهرنهايتيه. ولعلمك انا جايبه الحكايه دي من الارصاد الجويه. ارصاد جويه؟ انا بابا انا بحب اللي هي الاوض القبلي دي يعني هتحسس كده ان هي حلوه يعني. بس انا عارف يعني يا جدي بتلاقيها قبلي ساعات وساعات بتبقى بحري وما بتبقى بحري بيبقى بحر بقى يعني هوا جامد جدا وما بتبقى قبلي بتبقى قبل بقى يعني بتبقى حر جامد جدا. بس انا عارف برضو البلاط اللي هو ساقع يعني وبحس انا بتراوى رجليها ما بتسخن بشلت على طول انا بامرك بقى دي. فعشان كده انا حابب دي. وبعدين انا ليا فيها ذكريات. ايه كنت عايش فيها قبل ما تتبني مثلا؟ لا اصلا شبه الاوضه اللي انا كنت عايش فيها في زريبه عبده. يا جدي بس دي مش زريبه دي قطه انا ومراتي. تبقى ايه؟ تبقى زريبه. حلو. انا ابراهيم انا انت كويس انا. واحنا بقى ان شاء الله يا جدو كده كاصحاب البيت هنروح ننام فين؟ ننام في زريبه عبده طبعا. لا ما هو بقى نقل بعد ما مات الله يرحمه بقى. خد يا بنت انعام خد تعال. نعم يا بابي. خد يا بنت انعام انا جايب لك مفاجاه حلوه وجايب لك هديه. خد اهو شويه حقن اهو كملي شويه الحقن اللي عندك عشان يبقى عندك الحجم الكبير وعندك الحجم الصغير. مش اديها كده اهو بعدين بتحط فك اهو. شكرا يا بابي. شكرا على ايه؟ انت هتعمل لهم عقده يا ماما. جدي معلش يا جدي الاوضه دي مش هتنفع لان دي اوضتنا. طيب بابا بس يالا بس يالا الواد ده رخم قوي قوي قوي. دولا ده رخم يا بابا بالاول. انا مش مستوعبه ومش مستضافه. خد يا ده افتح بقك سكر قوالب يالا. انا اتبسطت بيك. هات خد ربنا يخليك يا بابا سيستو. خلاص يا ده اسكت. خلي بالك يا جد احسن رفوسك. بابا سيتو بقى بابا سيتو. بس يا عادل انت انا هعرف اتعامل معاه لان الناس الكبار دول في السن ده بيبقوا عاملين زي الاطفال. سيبهولي. جد يا جد جودي يا جودة تعالى ما اقولك. ايه عايزه ايه؟ بصي يا بيضه يا اختي قمر والمصحف قمر. بصي يا قلبي احنا عندنا اوضه جميله حلوه وبرحه واحلى من دي بكتير. فيها لعب كتير وكور بس فظيعه. مصر. ايه اللي عدى؟ طب تروحي يا اختي يا غدوره تقعدي فيها مدام فيها لعب روحي. بص يا قطه انا عندي استعداد احرم نفسي من الجنه والله عشان خاطرك انت يا وطوط يا جميله زماليه يا غتي والمصحف.
كنت شغاله وانت ما تعبتيش. وبعدين بقى جدي؟ وبعدين انا هقعد في الاوضه دي، انا هقعد في الاوضه دي لان انا صراحه الاوضه دي عجبتني، وانا دماغي بقى بتبقى جذبه قديمه. انا مره وانا كنت في المغرب وراكب الاتوبيس وعمال بقول للراجل قطع التذكره، كنت رايح ده لوبا، وبعدين ورحت نزلت الشمس، وبعدين ولا كنت رايح فين؟ شبرا الخيمة يا بابا ست. انزل يلا انزل يلا العالم يقعد شعبات على الاتوبيس يعني، وده بقى اللي حصل، وانا هقعد في الاوضه دي. وبعدين يا جدي؟ يا ابني ما تحاولش وخاف على عمرك، لو ولع في الاوضه وانت نايم فيها زي ما عمل في زريبة عبده والحمير جريت وهي مولعه. متخافيش يا ماما، انا هعرف جدي ده ساب المغرب وجي ليه ان شاء الله، حتى لو حكمت اسال في السفاره. ولا سيد رمزي يا بابا ست رمزي. اي زباله، روحي هات لي الشرط بتاعتي من بره. حاضر حاضر حاضر. وانت اسمك يا حلوه؟ السلام عليكم. اوعى 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 من خلقتي. وايه اللي انت بتنضف صورتك؟ انت اصلا ما بتستحماش الصوره دي، ما تحطها ليش هنا تاني، الخزنه فاضيه من يوم ما انت حطيتها لي فوقيها. ماشي يا دول. ايه يا دول انت بقى، ايه ما عملت ايه في الموضوع بتاع جدك ده؟ هو انت مالك؟ انت اساسا سبب كل المصايب اللي انا فيها دي. اه يبقى ما لقيتش سبب للموضوع ده يا دوله. ايه اللي خلى جدك يسيب المغرب ويجي هنا؟ ايه السبب؟ عرفت السبب ومش هقول لك يا رمزي. اه يبقى سبب ملهوش حل يا دوله. انت ما ينفعش ترجعه المغرب تاني. ولا ولا ابعد عن وشي دلوقتي خالص، ابعد عن وشي، انا مش ناقصك، اتكل على الله. يا دوله عيب يا دوله، انت هتخبى عليا يا دوله؟ ده انا رمزي السرجاوي. ايه رمز السرجاوي ده؟ يعني اذا كنت انت ابن عمي يا ابني، فين السرجاوي في اسم العيله اساسا؟ لا يا دوله ده نسبه الى عيله امي. السرجاوي ده نسبه للسرج اللي بيحطوه على ظهرك يا حمار. اه يا دوله بيدفيني والله بدل البرد اللي ناقع في جتتي ده اهو. ها قول لي بقى ايه؟ مفيش يا رمزي. جدي عمل مصيبه في المغرب قبل ما يسيب المغرب. يا دي النيلة يا دي النيلة، يعني مش لاقي إلا ساعة المغربية ما يعملها بالليل. كان عايز ينام، قال أعمل مصيبة وأنام بقى على طول بعد المغرب يعني. يا دولة أنت بتقوم على عم يا عم، أنت قصدك يعني دولة المغرب. اللهم صل على النبي، أنت عرفت دولة المغرب؟ يا دولة دي دولة أوروبية معروفة. أوروبية؟ يلا أهو نص العمى ولا العمى كله. المهم يعني جدي بقى أما راح دولة المغرب الأوروبية اللي أنت بتقول عليها دي، يعني كان في ماتش هناك، راح الاستاد يتفرج على ماتش بين الزمالك والمغرب المغربي. طب هو ليه يا دولة ما تفرجش عليه في التلفزيون يعني؟ انت جاي تسأل مش انا اللي بحكي؟ انت بتتكلم ليه؟ انت تسمع وانت ساكت وخلاص. انا اللي بحكي. ماشي يا دولة انت هتحكي دلوقتي؟ قول يا دولة انا هسمع. قول. بقول لك يا دولة تيجي نقفل البازار ونروح نقعد في القهوة نحكي؟ هتموت انت وتجيب درف وخلاص، اسمع وانت ساكت. المهم يا سيدي بقى ما تهبب جدي وراح اتفرج على الماتش في الاستاد وما شافوش في التلفزيون. وهو في الاستاد المغرب طبعا بتلعب جامد جدا والجمهور كله جمهور مغربي. المهم راح الزمالك اتغلب يعني، فبعد تالت جون جدي سخن قوي لان جدي اصلا كان هو زملكاوي عتيد يعني، فقال لا كده ما ينفعش، وطوبه وفي دماغ الحكم يا معلم. بس وما اكتفاش بكده، لا شويه طوب في دماغ اللعيبه ونزل عمل قلق في الملعب تحت، نزل في الملعب ملعب تحت ومسك الكوره قال ايه عايز يجيب جون شرفي عشان يبقى 3-1 بدل 3-0. اتفضل اتفضل. المهم يعني الحرس المغربي بقى مسكوه ورحلوه من المغرب ومنعوه من دخول دوله المغرب الاوروبيه تاني خالص. طيب ايه رايك يا دوله في ان هو ممكن يعني يجي هنا هون يقعد في البازار وانت تاجر لي الاوضه اللي هي فوق السطوح دي يعني اللي جنب الفراخ، واو لما اجوع اقوم دابح فرخه واكلها، اذبح اكل اذبح اكل. استنى استنى، هو في اوضه فوق السطوح عندنا في العماره؟ يا خبر ابيض يا دوله ما اقولكش بقى يا عم، دي الفيلا الفيلا اللي انا بحلم بيها يا دوله طول عمري، نفسي في خلال ال 30 سنه اللي جايين يا دوله اشتريها وامتلكها. ادعي لي يا دوله. مش هدعي لك. المهم يعني الفيلا دي اللي انت بتحكي عليها، الاوضه اللي فوق السطح ايجارها كام يلا؟ لا لا دي حراقه يا عم. كام؟ اخلص. وصلت ل 20 جنيه دلوقتي. وصلت ل 20 جنيه؟
طب هي كانت بكام يعني قبل كده؟ لا كانت بستين جنيه دولة، بس انا ما كانش ساعتها معايا فلوس. ولا يعني هي كانت زمان رخيصة بستين جنيه ودلوقتي وصلت لعشرين جنيه ما شاء الله. يعني فعلا الزكاوة دي مش ملهاش علاقة بالوراثة لان انت غيري طبعا يعني. انت عارف انا رمزي البيضة الاول ولا الفرخة؟ سطوح؟ سطوح اللي عايز ترمي جدك فيه؟ يا ماما هو انا هرميه منه يا ماما؟ يعني هيقعد عادي في الاوضه؟ يا بصي اقول لك حاجه، بلاش بلاش، انا ورانيا بقى اللي هناخد الاوضه بتاعت السطوح دي، وهقدم على تليفون ان شاء الله، واول ما يخش لي التليفون اي حد عايز حاجه ما يطلعليش، يكلمني في التليفون وانا ابقى دلدل السبب. ماشي، بس بابي ما يطلعش فوق السطوح. بابي؟ ماشي يا ماما، ماشي مش هيطلع فوق السطوح. ماما انا اللي هقعد فوق السطوح انا ورانيا، خلاص ما يجراش حاجه يعني عادي جدا، لان انا كمان اكتشفت ان الشقه دي زحمه ما استوعبناش كلنا، فانا ورانيا هنقعد فوق السطوح خلاص. والله هتوحشني يا عادل. ايه ده؟ انت صدقت ولا ايه يا ماما؟ عادل بص من الاخر كده يا عادل، انت عايز تاخد جدك تطلعه تقعده فوق السطوح اهلا وسهلا، بس ما تدخلش مامتي في الموضوع ده، وما تطلبش من اي حد فينا اي خدمه في الموضوع ده. اه طبعا عشان كلكم خايفين تواجهوا جدي. لا يا خفيف، عشان انت بس اللي اتضريت، انت اللي سبت اوضتك، ما حدش فينا ساب اوضته. ماشي عادي جدا، انا هقول لجدي وهواجهه. هو انا يعني هخاف؟ الحق يا عادل جدك. ما حدش يقول له ان انا هنا، ما حدش يقول له ان انا جدك افرغ محتويات الاوضه كلها واصبحت هشيم. هشام؟ هشام مين اللي جاي يسكن عندنا دار اخر؟ هشام ايه عادل؟ انا جبت سيره هشام، بقول لك جدك خرج كل محتويات الاوضه بره في الصاله. اتمرش فيكوا حاجه على بقى لقبط. ايه يا جدي؟ ايه في ايه؟ دي اوضه تقعدوني فيها، حرام عليكوا حرام عليكوا، ده انا كنت قاعد في قصر، حرام عليكوا. احنا برضو اللي حاطينك فيها يا جدي. دي اوضه سقفها واطي، كل ما باجي انا بحس ان سقفها يكبس على الصدر، حرام عليكوا حرام عليكوا. اه فخرجت السرير ونمت على الارض براحتك بقى. اه عشان برضك يعني الواحد يكبر المسافه بينه وبين السقف، يعني مش كل شويه يخبط في في. طب بص يا جدي، في اوضه فوق السطوح هتنفعك، هتعجبك جدا. اهب حاجه سقفها عالي؟ كابورليه من غير سقف وازاز كهرباء. ودي كام دي عادي؟ اقعدي ساكته انت خالص، بدل ما يطردنا من الاوضه ونترمي على السلم. ها يا جدي ايه رايك؟ ايه رايك تيجي بقى تتفرج على الاوضه دي بنفسك؟ انا بطلعش اشوف اوض، الاوضه اللي تتزل هنا، حرام عليكوا حرام عليكوا. ماشي يا جدي اجيبها لك تتعرف عليها، مع ان انا شايف يعني ان انتوا انت والاوضه يعني لو اتقابلتوا في حته محايده مش هنحرجها. وعيالنا اللاعبين شباب، انتوا فين؟ انت هادي انت يا بنت؟ ايه الراجل ده؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالحج، نورت السطوح والعماره والحته كلها. بصي وانا لسه ما حجتش، ما تقوليليش يا حج، بس عملت عبره يعني الحمد لله. قولي لي يا عبري. طيب يا حج يا عمري، يعني اهي الاوضه اهي حلوه وبرحه وشرحه وريحها زي الفل. ايه نشره الارصاد الجويه اللي احنا نزلنا فيها؟ مين اللي قابلت مين؟ انا ام ميرفت يا اخويا. ام ميرفت؟ وميرفت عامله ايه بال؟ يا اخويا اسكت، تعبانه قوي 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 مع جوزها. وجوزها اسمه ايه؟ ابو مدحت. ومدحت عامل ايه بال؟ ايه بغلبهم مغلبهم قوي. والناس كلها تعبانه الا انت يا بقف. اه صح صح، مرتاح انا فعلا يا جدي. وانت بقى هتبقي كل يوم يعني هتقعدي معايا هنا بقى مش كده؟ لا يا ربي يخليك، لا طبعا يا عمري، انا طبعا ليا شقه هنا في العماره، لان العماره دي كلها بتاعتنا. بس يعني وانت طالعه بتنشري الغسيل هتيجي تزوريني ولا ايه؟ اه طبعا، امال ايه يا عمري، امال ايه، ده الجيران لبعضها. بس انا دلوقتي بقى بنشر في بلكون شقتي، لاني مش قادره لا اطلع ولا انزل، ركابي ركابي توجعاني قوي قوي قوي. طب ما دام ركبك تعباكي تعالي لي ورا ادلكهم لك. تشكر يا اخويا، الف شكر. بس انت يعني لو جايب معاك من المغرب زيت كده اسمه المنكار، يبقى الف كتر خيرك، اديني حبه وانا ادلك بيهم رجلي. اوي اوي اجيبه، يا سلام. انت بس تجيلي يوم كده وانت لوحدك، معكيش حد، اديك شويه زيت يلا. تعلم المنكار؟ قلت يا اخويا عايزني اجيلك ليه لوحدي؟
ايه القدسة العبيطة دي؟ دي مش فاهمة ياض. لا بعكس كمو ميرفت، ما تقلقيش. ايه؟ يسلم بقك اللي بنقط عسل نحل. لكن اهو بصي بقى يا عمري، اتفرج على الاوضه شرحه وبرحه وزي الفل. انا بقى هاجرها واخد منكم 200 جنيه في الشهر. 200 جنيه يا ام ميرفت؟ ايه 200 جنيه؟ 200 جنيه لا، مش اقل من 400 جنيه يا جدو. يا جدو دي ب 20 جنيه. وانت مش عارف انت هسكت مين؟ مش اقل من 500 جنيه. يبقى يا حبيب قلبي نقول بقى 700. 700 جنيه مش انت اللي هتدفع؟ مين ده اللي هيدفع ياض؟ لا انت اللي هتدفع، وباخصم من الورث بقى ان شاء الله. لا علامتين طبعا يا ام ميرفت. بص يا سعاده، انا مش هقدر انزل كلام الراجل الطيب ده في الارض. اه زي ما هو قال انا هنافس، ده مش طمع مني ولا حاجه. اه لا ابدا، ده جشع مني. ايوه بس مش طمع. واخبار ميرفت ايه؟ اسكت يا عمري، زي ما قلت لك في الاول تعبانه قوي 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 مع جوزها. وهي بقى ايه؟ وجوزها ده اسمه ايه؟ ابو مدحت. طب مدحت بقى عامل ايه مع ابو؟ يا قطعت، انا ما بلهاش خلاص، هي من سكه ولا من سكه. طب وانت عندكم ايه؟ هو ابو فاروق؟ عندكم ابو فاروق؟ ايوه يا اخويا عندنا ابو فاروق، ده لسه راجع من الحج ولا كان حاجه حصل ولا كانها حجت. وانت ركبك اخبارها ايه؟ تعباكي؟ اه والله يا عمري تعباني قوي قوي. ولا روح هات حاجه. الحمد لله. اه والله الحمد لله، ده لولا الاوضه اللي فوق السطوح كان زمانها دلوقتي مشاتيت في الارض. المهم ان انا قدرت احافظ على الموقع الاستراتيجي الاخير اللي موجود ليا في الشقه هنا. مع ان بابي هيبقى بعيد عني، لكن مش مشكله، طالما ساكن فوق هنقدر نشوفه كل شويه. اه يعني يوم جمعه وهو رايح يصلي مثلا صلاه الجمعه. رمضانات بقى كده يعني. عارف يا عادل، انا معجبه جدا جدا بيك في صياغه الامور وحكمتك في تسييس الامور. ماما إيه؟ ماما الحي في ايه؟ الحي ام ميرفت ماسكه في جده عماله تصور. يا خرابي ليه؟ اه دي غلطتي، احنا حطينا يا اخوانا البنزين جنب الكبريت. اه عملت ايه يا جدي؟ كانت بتجري ورحت مسكتها دبحتها بقى قبل ما تبيض. دبحت ام ميرفت؟ هي ام ميرفت بتبيض؟ ام ميرفت بين يا دغوف، انت الفرخه دبحتها وام ميرفت قعدت تصوت، بس اكتشف بقى قلت لها ان انت هتدفع لها 100 جنيه، 100 جنيه رخصت والله فراخ. وشوف يا سلام، وايه كمان يا جدي؟